هل هناك حملة مخدومة؟ طبعا هناك حملة مخدومة. جهات لفائدة من؟ لست أدري. ما هي الحسابات؟ لست أدري. هل يعتقدون بأنه إذا وهبي خرج من الحكومة ستسقط الحكومة؟ يكذبون على أنفسهم. إذا خرج وهبي ستستمر الحكومة وسيستمر حزب الأصالة، والحكومة ليست واقفة على وهبي. هناك محامون، هناك قضاة، هناك رجال قانون في هذا البلد يفوقونني بآلاف السنين في الفكر القانوني وفي العمل القانوني، وبقائي أو ذهابي لن يؤثر شيئا في مسيرة الحداثة التي سرعت إلى المغرب من خلال هذا التحالف الحكومي. وأنا أثق في السيد رئيس الحكومة الذي يدير الأمور بسرعة، وأريد أن أشكره لأنه في ظل هذه الأزمة كان واقفا وقفة رجل ومداعب لي، وقفة رجل وامرأة في خلاف، ومدعم لي وساندني، وكان دائما يخاطبني ويطلب مني أن أتحمل. وفي حقيقة الأمر السنة المقبلة سأعلن على امتحان المحاماة، لن توقفني هذه الأشياء. وفي 19 مارس سأعلن على امتحانات لتوظيف 300 قاضي. وبالأمس كان امتحان الشفوي للمحققين القضائيين السابقين. لن توقفني هذه الضجة، هذه الزوبعة في فنجان، لن توقفني، بل إنني سأقوم بعملي إلى آخر لحظة التي سيطلب مني فيها أن أتوقف. لذلك أنا أدعو الشباب وأدعو المغاربة إلى تهيئ الامتحان للقضاء يوم 19 مارس المقبل، وإن بعثوا بملفاتهم، لأن هناك أكثر من 300 منصب شغل، وكذلك المحاماة في السنة المقبلة.